الخاصة بعملية التشريع العلمية لنا سندا في مواصلة ونطلب من الله العلي القدير. كانت هناك إبرام اتفاقية بين جامعة قصدي مرباح والمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. هذا الاتفاقية تندرج ضمن إمداد جسور التعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية والمؤسسات المحيطة لها الاقتصادية الاجتماعية كما المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. راح تكون هناك اتفاقية في إطار تبادل الخبرات، راح نسهل المهمة البحوث العلمية للميدان، وكذا استفادة الميدان من الأبحاث العلمية التي تنتجها الجامعة الجزائرية.